جماهير النجف والشرطة تشتكي من ارتفاع أسعار تذاكر دخول المباريات ونقص الخدمات في الملاعب. شغلة واحدة، أمن الملاعب لا برتقالة يطبب، لا مي يطبب، لا لا لنقية يطبب. تاج البطايق يعني تنزيلها الخمسة هواي أغلبها ناس ما عدها، والمباريات كنت تأخير وقت شوية، يعني خفت بالستة بالسبعة، حتى الجمهور يحضر بأيام الدوام، بأيام يعطل خليه سوا بالأربعة العصر بالثلاثة ماكو شيء. يا خدمات بعد قطيح عايف هنا بالملعب وطلعت يلا خذتها يا خدمات. شفت ابو ويا سيارة عدنان درجان احمد لما قطيح مال بيبسي هاي باحة. بس الحمامات هاي الله يرضاها، هذا ملعب الشعب، باكر عقبه يجونا الخليج يجونا السماء. ليش هيك هذا ملعب الشعب؟ باع الوساخة جوا الساحة داخل السياج، ليش هيك؟ هاي ملعب الشعب ما بيها مي لا حمامات لا ضوايات لا دنيا. رسالة عدنان درجال بطاقة ب 5000 هسه دام 5000 وعندنا خدمات راضين، يعني 5000 ملعب كرسي، الكرسي وسخ، الملعب وسخ، حماماتكم وسخة. البطاقة 5000 هواية، 5000 هواية، يعني 3000 دينار. أغلب الناس تعبانين ما عندهم. رسالة لكل واحد، أول شيء عدنان درجال هاي مو حالة ملاعب، هاي رسالة علي سالم يوصلها لعدنان درجال. احنا طالبنا أكثر من مرة، مو أقول لك مرات طالبنا، والله العظيم أغلب الجمهور الجاي يجون ما عنده. أنا جاي أحكي لك واحد من العالم، الحمد لله شي كان يشتغل بجميل حمال، هذا أبسط شيء، أكو عالم ما عاد جاي هنا ندفع لها تجي للملعب.